المطلوب الثاني بيقول لك احسب القيمه المتوقعه لدليل الربحيه. عشان احسب دلوقتي القيمه المتوقعه لدليل الربحيه، بس بيقول لك احسب القيمه المتوقعه لدليل الربحيه العام. طيب دليل الربحيه العام احسبه للرواج ولا احسبه للاستقرار ولا احسبه للكساد ولا اعمل متوسط حسابي؟ قال لك لا لا لا، ما تعملش متوسط حسابي، انت هتحسب دليل الربحيه العام، القيمه هتحسب معدل او دليل معدل او دليل الربحيه، دليل الربحيه في ظل الرواج لحاله، ثم الاستقرار في حاله، ثم للكساد في حاله، وبعد كده ترجح تعمل عمليه الترجيح بال 50% هنا في الرواج و 40% و 10% وفقا للخطوات اللي انا هشتغل فيها دلوقتي. طب بس اهم حاجه عشان احسب دليل الربحيه في ظل الرواج بنكون بنعمل ايه؟ الدخله تقسيم الخارجه، الدخله تقسيم، وانا بحسب دليل الربحيه لازم اعمل ايه؟ مين البسط ومين المقام؟ البسط بتاعي هو القيمه الحاليه المتوقعه لتدفقات الدخله تقسيم الخارجه، يبقى 202 على 160 احصل على رقم، وبعد كده ده هذا في الرواج، ثم في الاستقرار 146 على 140 احصل على رقم، ثم في الكساد هقسم 87.8 10 على 80 هحصل على رقم. كل رقم انا حصلت عليه اضربه في الايه؟ في الوزن النسبي المرجح اللي معطى عندكم في معطيات هذا التمرين. طيب على النحو التالي، يبقى احنا دلوقتي بنحسب ايه؟ بنحسب القيمه المتوقعه لدليل الربحيه، القيمه ثانيا او اثنين القيمه المتوقعه بس لكمين؟ لدليل الربحية، لدليل الربحية العام يساوي. أحسبه إزاي؟ تقول لي أولا في حالة الإيش؟ في ظل الرواج. أولا في حالة الرواج يساوي، ثانيا في حالة الاستقرار يساوي، ثالثا في حالة الكساد يساوي. يلا نفذ معايا كده الدخل على الخارجة. احنا قلنا زي ما اتفقنا من شوية وحكيتها لكم بسرعة كده، يعني هتبقى 202 فاصلة 2 تقسيم 160 هيساوي بالآلة الحاسبة على طول 1.26%. طيب بعد كده في حالة الاستقرار هتبقى 146.9 الكلام ده تقسيم مين؟ تقسيم 140 بالآلة الحاسبة يعطيني على طول، بالآلة الحاسبة يعطيني 1.05. في حالة الكساد هيعطيني على طول 87، الدخلة 87.8 تقسيم الخارجة اللي هي 80 هيعطيني بالآلة الحاسبة على طول 1.09. طيب هذا الرقم في حالة الرواج، وهذا الرقم في حالة الاستقرار، وهذا الرقم بس في حالة الكساد. يبقى انا دليل الربحية العام يساوي ايه؟ القيمة المتوقعة لدليل الربحية العام تساوي ايه؟ قال لي هتاخد الرقم هذا وتضربه في الوزن النسبي له. طيب يعني دليل الربحية معهم، اذا دليل الربحية العام يساوي ايه في هذه الحالة؟ هتقول لي هناخذ 1.26%، ها الكلام ده ضرب مين بقى؟ نسبة التحقق. نسبة التحقق كانت كام؟ 50%. الكلام ده زائد بعد كده الرقم الثاني اللي هو 1.05%، الكلام ده ضرب مين؟ ضرب نسبة التحقق اللي هو كان 40%. الكلام بعد كده زائد مين؟ الرقم الأخير اللي هو 1.09، الكلام ده ضرب مين؟ نسبة التحقق اللي هي كان 10%. خلاص بالآلة الحاسبة نخلص الحكاية دي، هتطلع لي بالظبط دليل الربحية العام، طلع لي في النهاية 1.17، يعني 1.17%، 1.17%. طبعا الرقم ده طبعا احنا بنقول بالنسبة لدليل الربحية العام، طالما هذا الرقم فوق الواحد الصحيح يقبل المشروع، ولو كان تحت الواحد الصحيح يرفض المشروع. يبقى المعيار العام في او الستاندرد او المسطرة اللي من خلالها بنحدد يعني مدى قبول مشروع او رفضه فيما يتعلق بدليل الربحية بشكل عام، اذا كان هذا الرقم بتاع دليل الربحية فوق الواحد الصحيح يقبل المشروع، واذا كان تحت الواحد الصحيح يرفض المشروع. طيب انا هفترض افتراض جدلي دلوقتي ان انا دلوقتي كده خلصت التمرين بتاعي، انا كده خلصت شغلي في التمرين وفي اللي كان معطى والموانات المعطاه، وطلعت دليل الربحيه العام وطلعت القيمه المتوقعه لصافي في القيمه الحاليه، كده خلصت شغلي. بس انا دلوقتي عايز افترض افتراض جدلي. لو انا دلوقتي عندي مشروعين، مشروع اول اسمه س ومشروع الثاني اسمه ص، والمشروع الاولاني اللي هو اسمه س هنفترض جدلا ان هو ده اعطاني 1.17، يعني 1.17%، هذا هو المشروع الاولاني س،
50. طب والمشروع الثاني هنفترض جدلا انه اعطاني مثلا 1 فاصل مثلا 35%. دلوقتي اختار المشروع س، هنفترض ان ده س وهنفترض ان ده ص، اختار س ولا ص؟ لا تقول لي اختار ص. ليه تختار ص؟ لانه صاحب اكبر دليل ربحيه اللي هو اعطاني دلوقتي في هذه الحاله المفترضه الجدليه اللي انا بفترضها 1.35. يبقى عند المفاضله بين البدائل الاستثماريه تختار اكبر قيمه في دليل الربحيه، سواء كان دليل الربحيه العادي او دليل الربحيه المتوقعه. يبقى في صافي القيمه الحاليه بنختار اذا كان رقما موجبا، بنتخذ القرار الاستثماري اذا كان رقم موجب يقبل المشروع، واذا كان رقم سالب يرفض المشروع، واذا كان عندي عده بدائل استثماريه بنختار صافي القيمه الحاليه الاعلى. برضو الكلام ده بينطبق على صافي القيمه الحاليه العاديه وصافي القيمه الحاليه المتوقعه، اذا كان رقم اعلى نختار. طيب وزي ما انا بنأكد بس على المعلومة، بنأكد برضو على المعلومة مرة ثانية، في حالة دليل الربحية اذا كان الرقم اكبر من الواحد الصحيح يقبل المشروع، واذا كان اقل من الواحد الصحيح يرفض المشروع، واذا كان عندي بدائل استثمارية س وصاد وعين ولام، عدة بدائل استثمارية بختار اكبر رقم، بختار اكبر رقم في دليل الربحية. بكده نكون انتهينا من المؤشر الاولاني اللي هو حساب القيمة المتوقعة. طيب برغم من ان القيمة المتوقعة مهمة، برغم من ان القيمة المتوقعة مهمة وبفعلا بتساعدنا كتير جدا في ظل ظروف عدم التأكد وحسابات ربحية المشروع التجارية في ظل عدم التأكد، الا ان الربحية التجارية الا ان القيمة المتوقعة يكترفها يعني ويعترضها بعض المشاكل، وخاصة في نسب التحقق اللي احنا بنحكي عنها ديت، لانها مش بالسهولة واليسر انك تعمل نسبة للاستقرار ونسبة للكساد ونسبة للرواج، يعني بتبقى محتاجة نوع من الدقة إلى حد كبير. فإحنا عشان نطلع من هذه المشكلة ونعالج بعض السلبيات المتعلقة بمؤشر أو معيار اللي هو القيمة المتوقعة، بنلجأ إلى ما يسمى بالانحراف المعياري ومعامل الاختلاف. يبقى لازم هنلجأ إلى الحساب الانحراف المعياري ومعامل الاختلاف عشان نتخلص من بعض السلبيات اللي هي بتقابلنا في حساب القيمة المتوقعة.